نحن عند المسألة 39 وتقول: أي أزواج مرتبة تحتوي على رأس F الـ X يساوي X تربيع زائد 6X زائد 5؟ الآن يوجد صيغة معينة لإيجاد رأس القطع المكافئ هي ناقص B على 2A، لكن يمكن أن تنسى هذا عندما يتقدم بك العمر. الهدف هو ليس أن تنتهي من الجبر، بل أن تتعلم الجبر، وعندما تتعلم التفاضل والتكامل فستتعلم طرق أسهل لإيجاد النقاط الأعلى والأدنى، لكن توجد طريقة بديهية لحل ذلك باستخدام الجبر. ما علينا فعله هو أن نكتب هذه بهذا الشكل، فإذا استطعنا أن نكتب المسألة بهذا الشكل: f x يساوي a ضرب x ناقص عدد ما لا أعرف، لنفترض أنه b الكل تربيع زائد c، ثم نعرف أن الرأس يظهر عندما x تساوي b، لأننا إذا نظرنا إلى شكل القطع المكافئ هذا، ويمكنك أن تكتب أي منها على هذا الشكل، فتقول: هذه العبارة دائما ما تكون موجبة. إذا النقطة الأقل لهذا القطع المكافئ هي عندما تساوي هذه العبارة صفر، ثم أن أقل نقطة لهذه العبارة تظهر عندما x تساوي b، عندها تكون هذه العبارة تساوي صفر. إذا الرأس يكون b فاصلة c. إذا لنتبع هذا الأسلوب، يمكنك تصغيرها وستكون ناقص ب على 2a، لكن دعونا نقوم بحلها لأنني أريد منكم أن تمتلكوا البداهة. f الـ x تساوي x تربيع زائد 6x زائد 5، وقد تركت مساحة فارغة هنا لسبب ما، لأننا سنقوم بإكمال المربع. نريد تحويل العبارة x تربيع زائد 6x زائد عدد ما إلى مربع كامل، وأتمنى أنكم قد تدربتم قليلا على إكمال المربع. ما هو نصف الستة؟ لأنه عندما نقوم بتربيع x زائد a تربيع، كم يساوي هذا؟ x تربيع زائد 2ax زائد a تربيع. فإذا حاولنا إيجاد هذا، x تربيع يساوي x تربيع، و2ax يساوي 6، إذا a تساوي 3، وإذا كانت a تساوي 3 فستكون a تربيع يساوي 9. لا يمكنك إضافة 9 إلى جانب واحد من المعادلة، بل عليك أن تفعل هذا لكلا الطرفين، أو عليك أن تفعل شيئا. فإذا أضفنا 9 إلى هنا، دعونا أيضا نطرح 9 ونحصل على x تربيع زائد 6x زائد 9 زائد 5 ناقص 9. هذا هنا هذا الجزء يساوي x زائد 3 تربيع. إذن ومن ثم هذا الجزء 5 ناقص 9 يساوي ناقص 4، حصلنا عليها بالشكل الذي نريده. إذن متى نحصل على أصغر نقطة من خلال هذه العملية؟ حسنا، نحصل على أصغر نقطة عندما هذا الجزء يساوي صفر، أو عندما تكون x تساوي ناقص 3. عندما x تساوي ناقص 3 هذا صفر، إذا f x ستساوي ناقص 4. هذا هو الرأس وهذا هو الخيار A، ويمكنك استخدام ناقص b على 2a فنحصل على ناقص 6 على 2، وبالتالي تساوي ناقص 3. هذا شيء يمكن تذكره، لكن على ما أعتقد أنه جيد ليكسبك البداهة. الآن لننتقل لمسألة رقم 40. التمثيل البياني لـ x على 2 تربيع ناقص y على 2 تربيع يساوي
يساوي واحد، هذا قطع زائد وهذا منطقي. هذه واي على ثلاثة، اكس على اثنان تربيع ناقص واي على ثلاثة تربيع يساوي واحد. فإذا كانت هذه موجبة لكان هذا قطع ناقص وهذا كاف، أي مجموعة من المعادلات تمثل خطوط التقارب للتمثيل البياني للقطع الزائد. مرة أخرى، هناك معادلات يقوم بعض الأشخاص بحفظها وكذلك يقومون بحفظ الصيغ، لكن يمكنك امتلاك بداهة لذلك. لذا دعونا نفكر في ماذا سيحدث عندما x تقترب من زائد أو ناقص ما لا نهاية، لأن ما نهتم به لأمره هو خط التقارب، أليس كذلك؟ من ماذا يقترب التمثيل البياني عندما نحصل على قيم x كبيرة جدا وبالتالي قيم كبيرة لy؟ لذا دعونا نقوم بإعادة ترتيب لهذا. سأضع y في الطرف الآخر فنحصل على سأضع y في الطرف الآخر، دعونا نقوم بتربيع هذا، تصبح x تربيع على 4. دعوني أبقيها على هذا الشكل، x على 2 تربيع يساوي 1 زائد y على 3 تربيع. دعوني أطرح واحد من كلا الطرفين ونحصل على x على 2 تربيع ناقص 1 يساوي y على 3 تربيع. والآن دعونا نضرب الطرفين ب3 تربيع، أي نضرب كلا الطرفين ب9 لنقم بهذا. ولتبسيط هذه دعوني أعيد كتابة هذا، x تربيع أريد أن أبقيها على هذا الشكل، x تربيع على 4 ناقص 1 تساوي y تربيع على 9، ونضرب الطرفين ب9. سأبدل الجانبين لأحصل على الواي هنا، سيتكون لدينا y تربيع يساوي 9 على 4 x تربيع ناقص 9. حسنا، وهذا ما نستطيع الحصول عليه باستخدام الجبر بشكل مباشر. وعندما نفكر في خطي التقارب هاتان النقطتان اللتان لا يستطيع التمثيل أن يصلهما لكن سيكون قريبا منهما، إذن علينا أن نفكر فيما سيحصل إذا كانت x كبيرة وفي المقابل قيمة y كبيرة. عندما تكون قيمة x كبيرة، أي عندما تقترب x من ما لا نهاية، وستتعلم أن هذا هو التفاضل والتكامل، هذه هي الحدود لكنه مفهوم بديهي. فعندما تكون قيمة x كبيرة للغاية فهذه الناقص 9 لن تؤثر كثيرا، هذه العبارة تبدأ بالتحكم بها، هاتان العبارتان تؤثران بشكل أكبر من ناقص 9. فعندما تقترب x من ما لا نهاية y تربيع ستساوي تقريبا 9 على 4 x تربيع. الآن يمكننا أن نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين فنحصل على y تساوي تقريبا زائد أو ناقص 3 على 2 x. هذان هما خطي التقارب، y تساوي 3 على 2 x موجبة، y تساوي ناقص 3 على 2 x، وهذا هو الخيار A. ولا أريد التطبيق الحرفي لتعليمات كيفية التفكير بالتمثيل البياني، لما لا في الحقيقة، لما لا نفعل ذلك؟ نحن نعلم ما هما خطان التقارب، لو نفكر في كيفية تمثيل هذا فإذا أردنا الرسم وهذا كله تعلم وليس تقييم، هذا محور x وهذا محور y، والمعطى أن خطوط التقارب هي 3 على 2 x وناقص 3 على 2 x. 3 على 2 x، إذا الميل 3 على 2 يساوي 1 ونصف، إنه الميل الذي سيبدو، دعوني أجد أداة الخط، إذا موجب 3 على 2 x أو 3 أنصاف ال x ستبدو هكذا، وناقص 3 على 2 x ستبدو هكذا. والآن علينا أن نجد وجهة القطع الزائد، إذا كانت من هنا
وهنا أو من هنا وهنا، عندما تكون واي تساوي صفر بناء على ذلك، بناء على ذلك فإن إكس على اثنان تساوي موجب أو ناقص واحد. حسنا، إكس على اثنان تساوي موجب أو ناقص واحد. حسنا، وتكون إكس هنا إذن إكس هنا، وكما تعلم أن هذا لديه اعتراض إكس، ويمكن وضع واي تساوي صفر، ولا يمكن أن تكون إكس تساوي صفر. فإذا كانت إكس تساوي صفر فسنحصل على ناقص واي تربيع يساوي عدد ما، واي تربيع يساوي ناقص واحد، أي نحصل على إجابة خيالية. وكما تعلم أن لدينا اعتراض إكس، وتعلم أن هذان هما خطان التقارب، فإذا أردنا رسم تمثيل بياني سيبدو هكذا، وأعلم أنه ليس رسما جيدا لكني أتمنى أن يفي بالغرض. على أي حال كان هذا الخيار A، وأتمنى أنكم تعلمتم قليلا عن خطوط التقارب. المسألة التالية رقم 41، أي من هذه تمثل قطع زائد؟ دعوني أنسخ هذا، لا، أي من هذه تمثل قطع مكافئ، آسفة، قطع مكافئ، هذا هو المطلوب منا. هذا صغير جدا، لا أعتقد أنه يمكنك أن تراه، أريد الحصول عليه بشكل أكبر. حسنا، هكذا هكذا لنبدأ. أي من هذه تمثل قطع مكافئ؟ حسنا، يمكن أن نسير خطوة بخطوة. هذه دائرة، إنها دائرة، دائرة، ويمكنك تمثيلها إذا أردت. هذا قطع ناقص، حيث يمكنك تقدير y تربيع و x تربيع. هذا قطع ناقص، وإذا كانت هذه سالبة فسيكون الشكل قطع زائد، إذن هذا قطع ناقص. هذا قطع زائد لأن لدينا إشارة سالبة هنا، قطع زائد. وهذا لن يكون شكله كأي قطع زائد عادي، لكنه كذلك لأنني إذا أردت قسمة الطرفين على 4P فسأحصل على X تساوي 1 على 4P ضرب Y تربيع. إذن سيكون قطع مكافئ جانبي، وسيبدو هكذا إذا كانت هذه محاور X وY، فالتمثيل البياني سيبدو هكذا، سيبدو كقطع مكافئ جانبي، لكنه مع ذلك قطع مكافئ، وهذا هو الخيار C. إذن لدينا وقت كافي لنقوم بحل مسألة أخرى، على الأقل مسألة رقم 42. لدينا هذه المعادلة، دعوني ألصقها هنا. حسنا، ما هو الشكل المألوف لمعادلة القطع المخروطي هذا؟ ومطلوب منا أن نكمل المربع لعبارات X و Y، نحصل على X ناقص مربع عدد ما مقسوما على عدد ما، زائد أو ناقص Y ناقص عدد ما آخر، مربع عدد ما مقسوما على ثابت. لنقوم بهذا إذن، لنقوم بتجميع كل من عبارات y و x، فنحصل على 4x تربيع ناقص 16x زائد عدد ما. بهذه الطريقة سنكمل المربع، ثم نحصل على ناقص 5y تربيع. دعوني أخرج الإشارة السالبة هنا وأضع 5y تربيع. لدينا إشارة سالبة هنا فتصبح موجب 30y، ومن ثم لدينا ناقص 9، ناقص 9 يساوي 0.
ولتبسيط هذه دعونا نخرج 4 كعامل مشترك من هذا الجزء ونحصل على 4 ضرب x تربيع ناقص 4 x زائد عدد ما. دعونا نخرج العامل 5 وناقص 5 ضرب y تربيع زائد 6 y زائد عدد ما، ودعونا نضيف 9 لكلا الطرفين يساوي 9. حسنا، دعونا نفكر في هذا. إذا أردنا هنا أن نكمل المربع فماذا سنضع هنا لنجعل العبارة مربع كامل؟ إذا كانت هذه موجب 4 بالتالي ستكون هذه x ناقص 2 الكل تربيع، إذا نضيف 4 هنا، لكن في الواقع نحن نضيف 4 ضرب 4 أي نضيف 16. إذا أردت إعادة توزيعها سأضيف 16، فإذا أضفت 16 لجانب واحد من المعادلة فعلي أن أضيف 16 للجانب الآخر، إذا سأضيف 16 هنا لأجعل منها مربعا كاملا. لنرى نصف الستة يساوي 3، إذا 3 تربيع يساوي 9، لكن في الواقع أضيف 5 ضرب 9 ويمكنني إعادة توزيع الخمسة، بذلك أكون أضفت 45، أو لا لا بل أضفت 9 ضرب ناقص 5، لقد انتبهت لخطئي، أضفت 9 ضرب ناقص 5، إذا سأطرح 45 من هذا الجانب وعلي أن أطرح 45 من الجانب الآخر، ويمكن تبسيط هذه إلى 4 ضرب x ناقص 2 تربيع. حسنا، هذه x ناقص 2 تربيع ناقص 5 ضرب y زائد 3 تربيع ويساوي 9 زائد 16 يساوي 25 ناقص 45 ناقص 45 لنرى هل قمت بخطأ ما. 25 ناقص 45، لا هذا صحيح، هذا صحيح، 25 ناقص 45 يساوي ناقص 20. والآن يمكننا تقسيم كلا الطرفين على ناقص 20، إذا قمت بهذا بشكل صحيح سنقسم الطرفين على ناقص 20 ونحصل على x ناقص 2 تربيع. ما هو ناتج 4 على ناقص 20؟ يساوي ناقص 1 على 5. دعوني أقوم بهذا، 4 x ناقص 2 الكل تربيع على ناقص 20 ناقص 5 y زائد 3 تربيع على ناقص 20 يساوي 1، إذن هذا سيساوي، دعوني أرى، سيصبح موجب وهذه ستصبح سالبة. لنضع هذه أولا، 5 على 20 تعادل حسنا y زائد 3 تربيع على 4 زائد ناقص، لدينا إشارة سالبة، هذا يصبح ناقص x ناقص 2 تربيع على 5 يساوي 1. لم أقم بأي أخطاء نتيجة عدم الانتباه وهذا الخيار B. أراكم في العرض التالي.